عودة من جديد بوسط الملعب. لو كانت نتائج الصريح مشجعة كما هو الحال لشباب الأردن بالنسبة للجولات السابقة لكان الأمر مختلف. لا شاهدنا الندية والإثارة الحقيقية. إيمانويل تحرك لإيمانويل تهيأ بال 18 المتابعة تصويب الهدف الأول قدام الشبات يعلن الفرحة إيمانويل. هذه الإعادة هنا التهيئة ولكن لا يتأنى ويسجل الهدف الأول. هدف لأصريح لا شيء لشباب الأردن. الأمور تزداد تعقيدا حقيقة لشباب هذا النواطير. هنا المتابعة لشباب الأردن. رائد على النواطير سلب بال 18 محاولة خطرة للشباب راسية هدف التعادل. هدف التعادل. إذا ظهر شباب الأردن بعد سباق طويل ظهر شباب الأردن وبرأس محمد الباشا هدف التعادل هدف مقابل هدف. إذا قبل الختام لعمر الشوط الأول عاد شباب الأردن وظهر بالوقت القاتل من عمر الشوط الأول هدف مقابل الهزيل ما بين كلا الفريقين. هذه العادة والتوضيح لاحظونا كسر لمصيدة التسلل وتوغل برأسية متابعة وجدت الباشا وهدف التعادل. إذا هدف مقابل هدف. إذا بالنسبة خلدون الخوالدة لمحمد عمر الشيشاني محاولة راسية هدف في الثاني. إذا هدف جاء عكس المجريات. الشباب ينهض بعزيمة ينهض بقوة ينهض بتحدي ويسجل جماعي واستلام للكرة ولكن شباب الأردن قال كلمته بالدقيقة 80 قال كلمته بالدقيقة 80. هذه العادة محمد عمر الشيشاني عرضية ورأسية من اللاعب البديل عاش ولكن نشاهد التصويبة من بعيد. هنا تقدم لشباب الأردن متابعة للشباب محاولة للوصول للهدف الثالث رائد على النواطير والهدف الثالث. الهدف الثالث لشباب الأردن مع هذا الهدف تأكيد الوصول للنتيجة والتجير